بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، عود طيب مبارك إلى مائدة القرآن الكريم، ومع قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، والذي ندعو الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق والسداد وبحسن الختام. نستمع الآن إلى فضيلته فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع 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 يوم ينادي المنادي من مكان قريب. واستمع واستمع بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع يوم ينادي المنادي يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إن
إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير واستمع 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 يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم
نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق نفس لما عليها
الغليظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما دافق. يخرج فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق.
نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر الله أكبر الله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن. بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ. اقرأ. اقرأ وربك الأكرم. الأكرم الذي علم بالقلم. بالقلم علم. بالقلم علم. بالقلم علم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. كان نداء من السماء العليم إلى حبيبي البشير النذير. من تكلم به صدق، من حكم به عدل، من اهتدى به إلى صراط مستقيم. كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلا علينا فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حلق، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي المقيم بمدينة القاهرة. نقلت هذا على مسامع حضراتكم إحدى وحدات الإذاعات المحلية والإنارة الكهربائية إدارة الحاج كرم العشماوي وأولاده المقيم بشلده. مخازن الفراشة الكبرى قصر ضيافة العزاء والخدمة الفندقية الممتازة إدارة الحاج عبد الوهاب سليمان المقيم بشلده. شكر الله سعيكم جميعا.